السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرامتي الشرفة، كنت من يوم كان أطور دي مون تبارك الله عليكم. اليوم كما عرفوا اليوم عندنا واحد لقاء مع البطل العالمي مصطفى الخصم. تبارك الله عليكم أخوت، مزيان باش تجمعوا باش تسمعوا اللقاء ديالنا ان شاء الله بحول الله مع البطل العالمي اللي كلشي كيعرفو. استاذ انس احتراماتي اندر مدير ديالنا غزال تكساس، الشرفة لك الشرفة الزوينين كلشي مجموعة يجمعوا الناس. السلام عليكم. عليكم السلام خويا مراد. السيد الكبير. كي داير حبيبي؟ سي مصطفى الغزال. شي بخير. يحفظك اخاي. والله الا بخير وانت. الحمد لله الله يكبر بك سي مصطفى. البطل العالمي ديالنا. كلشي يعرفك كلشي تيحماق عليك كلشي تحترمك. الله يحفظك اخاي ديالي. لانك بطل ومناضل في نفس الوقت. الله يحفظك حبيبي. دابا اليوم اخويا مصطفى الغزال دابا حنايا صحاب. ولكن دابا اليوم ان شاء الله بحول الله غنتلاقاو في هاد المجموعه ديال 40 مليون مغربي حول العالم. هنايا غادي نقول لك غادي نطرح عليك واحد الاسئله اسي مصطفى وانت اللي تجاوبني عليها. خذ راحتك كل سؤال نسولك وجاوبني عليه. انا عارف انت يا سي مصطفى ما كتخاف ما كت انت عندك ديريكت وهادشي اللي علاش الناس كلهم تيحماقوا عليك كتسطوا عليك لانك زعما بحال التران وكما حنا تعرفوك كنا وانت هزيت الرايه بزاف في المغرب ماشي هذه حتى هي قدامي هذه راه بالاعتراف نتاع الجميع. وكما طالعين دابا حنايا في الدومين ديال نتاع الجيدو وحنا ديجا دابا انا تنناضل على الجيدو حتى هو النيت. دابا حنا بغينا نهضروا على اوفو كونتاكت اللي رياضه اللي رياضه عالميه ورياضه اللي الناس كلهم كيتعلموها في الزنقه قبل ما يمشيو لاصال تحما قولها. دابا انت هي اول حاجه بعدا خرج صافا عرف الناس بك انت بعدا عاوتاني كيفاش بديتي في كونتاكت في البدايه. ايوا اخويا ديالي حنا بدينا صغار بنا عندي 5 سنين دخلت الفن والحرب والكره هكا باش دخلت بعدا السبور بخمس سنين وانا في السبور ملي كانت عندي 5 سنين وانا دخلت الفن والحرب بعد مي دخلت سيف ديفون بعد تيكواندو بعد غايجيني واحد لوكازيون غنلعب فيه واحد الماتش ديال الكيك بوكسينغ صدفة وهذاك هو الماتش اللي خلاني نستمر فيه مزيان. ومن تما بقيت كندي بوتات المانيا بوتات اوروبا ووصلنا بطولة العالم وبقينا شادين الحمد لله شحال من عام. وهاد البداية هادي اللي عرفتها هي تحت من الراية المغربية ولا كنت بألمانيا قبل؟ البدايه ديال 3 بطولات العالم والبطولات اللي عندي ديال اوروبا كلهم على حساب الالمان. تعود اللي ربحت من بعد هما اللي لعبت على المغرب. ها ودابا امتى
دابا حنا عرفتينا بك، دابا حنا الناس راه كلهم تيعرفوك، بنا نعاودوا نبداو هذه البداية هذه. ودابا انت ودابا الفول كونتاكت السي مصطفى امتى بدا في المغرب؟ الفول كونتاكت راه اول واحد جابوه هو خالد القنديلي. ياه. و هو اللي جابوه، عاوتاني جا موراه نفس الوقت قرب مني شويه قبل مني جا ميلور القبلي الله يرحمه الوجدي. نعم. الحق كيلعب على توا على في هولندا الاول. احنا انا جيت انا اللي جيت نقول عرفت الكيك بوكسين والفول كونتاكت اول في المغرب باش تعرف. بقيت 89 بالحق ما كانش معروفه، ما كانش الرياضه ما كانش معروفه. تا جينا كنلعبوا، دخلت انا كنلعب الحمد لله كنلعب، كنت كنلعب في المغرب والناس ولاو كيتعاطفوا معانا كيتشوفوا الشرفه، ولاو كيشوفوا هذه الرياضه سيدنا لاينسترو ولا كيشوف معيت كيعاودوا له كيعاود كاين بطل ولا تا هو كيتفرج فينا الحمد لله. وتما الشعب المغربي تا هو ولا كيتعطى لهذه الرياضه. زعما حنايا نقول لك حنايا الرياضه بانت فريمون بانت، وماشي غير فريمون بانت، بانت اول مره غتاخذ الفيدراسيون الملحه، حيت ما كانش واخا هكا ما كانش عاطينها ملحه، عاطينا الفيدراسيون ما عاطيناش ملحه. امتى دابا اسمح لي سي طبيب، امتى لا فيدراسيون تاسست؟ امتى بدات الرياضه؟ امتى تاسست الفيدراسيون؟ قيل انا ما نكذبش عليك، اما 89 اما 90. نديرو 90. اوكي ديرو 90 90. وشكون اللي كان الميحة. وشكون اللي كان تيشرف عليها؟ شكون كان الرئيس ديال لافيدراسيون؟ انا ذاك الوقيته شكون اللي كان الرئيس؟ نفس الشخص اللي دابا الهلالي. هذه 30 عام، شحال من عام هذه؟ من 90 دابا 31 ياك. دابا 30 عام. علاش 31 عام؟ علاش ما علاش واش نتوما عندكم فريد ديالكم نتوما الرئيس ما كيتبدلش تيبقى ديما هو هو يمكن تحابو ملك ديالو هذاك داكشي علاش ما عندوش دابا تا الناس اللي غيمشيو ضده ما كيخليهمش وتا الناس اللي غي داروا واحد هما شوما داروا واحد القانون الاساسي الداخلي بان ما عمرك ما تقدر تحيد الرئيس بحال دابا هما دايرين الرئيس دابا كاين واحد المشكل كاينين القانون اللي دايرين هما ديالهم القديم دايرينو بينا غير الرؤساء العصاب هما اللي غيصوتوا عليه هادوك الرؤساء العصاب مي كيجيو يديروا الجمع العام ديالهم هو اللي كيحطوا كيفرضوا يعني راه ديالو كيفرض ديالو باش مي غيكون الجمع العام الكبير غيوليو صوتوا عليه ودابا هادي دابا خصك تعرف بان هادي من 2012 كاين قانون جديد 30/9 اللي دارت الوزاره الشباب والرياضه ونورمالمون عنده كل رئيس عنده جوج ولايات وصافي كيتحيد هما الان دابا عندنا 2020 مازال ما طبقوا ذاك القانون ما يمكنش الا كان دابا القانون خرج من الوزاره خرج ما طبقوه بحال بحال كيقول لك كاين الاخوان انا كنقولها ديما كاين الخوات في الوزاره حيت الوزاره ملي كتعافك انت ما مطبقش هذا القانون غيحبسك غيقول لك خصك تطبق هذا القانون وما غيدوزلكش الجمع العام ديالك اللي كديرو بالقانون القديم بين العصاب الرؤساء العصاب هما اللي غيصوتوا عليك ما يمشوش معك بداك الخط ما مي كتعاف تما كتعافهم بان هما مجموعين باسكو كنتو فهمتي تما كتعرف الخواط كاين ماشي مشكل ماشي مشكل سي خصهم دابا هما بقاو 30 عام وما تبدلوا ما والو كاين شنو عطاو الكي بوكسينغ شنو جابوا الكي بوكسينغ في هذه المده كلها شنو عطاو الكي بوكسينغ شوف انا نقول لك شنو عطاو الاول شنو داروا باش عرفوا هذا جابوا الابطال من برا باش تعرف شويه غير من بعد تكونوا ابطال في ليصال ديالهم ماشي لا فيدراسيون كتكون الابطال لا لي صال اللي كيكونوا الابطال وداك كاينين مدربين ديال برا جاو المغرب داروا الستاجات علموا المدربين المدربين ولاو
كيكونوا ابطال. دابا المدربين الكبار القدام كلهم عندهم اكسبيريونس واعره ياك، شحال من عام هما دابا راهو كونوا ابطال، وهاد الابطال كله اللي تكونوا راه داروا نتيجه ياك، مي كلهم ما صابوش داكشي اللي كيصحابهم غادي يكون، بانه واخا تولي بطل العالم غتبقى مازال كتقتل الطروبيلات وتخدم في الباركينغ، فهمتي؟ هاد الناس كاملين، هاد الناس كاملين اللي كانوا ابطال خصك تعرف بان حرقوا لبرا، كلهم حرقوا لبرا. دابا الابطال الكبار اللي كانوا برا دابا عاد ولاو كيدخلوا وكيديروا لو سال هنا وكيكونوا ابطال، مي خصك تعرف بان الابطال كاملين اللي دازوا اللي كانوا في المغرب حرقوا دابا، وما بقاش عند هذاك كي يقول لك الوزارة الفيدراسيون ما بقاش عندها ابطال ياك، وما بقاش كتطلع بطل وكيطفاو، تعرف هذه القضيه. حنا ما عندناش انتم بحال دابا انا عندي كارير من 88 حتى 2010، 22 عام ديال الكارير وي باش. ودابا حنا كيقول كيكون واحد بطل عالمي كيبان اما كيحرق وكيكمل برا اما كيطفى وكيبقى في المغرب كيتعذب. واخا سي مصطفى، ودابا شنو دابا سي مصطفى دابا المشكل دابا اللي بغينا حنايا نعرفوا، اللي دابا الناس كلهم كيسولوني عليه، قالوا لي عافاك مراد لما سولنا مصطفى الخصم، لان مصطفى الخصم هو اللي يقول لنا يجاوبنا اللي محير الناس، علاش ما كتنظمش بطولات احترافيه في المغرب؟ شنو حنا اللي ناقصنا؟ ما نشوفوش في المغرب تنظم. حنايا عندنا اي حاجه، اي الحاجه اللي بغيناها عندنا في المغرب باش ننظموا، باش نديروا عندنا لوتيلات، عندنا القاعات، عندنا لي شامبيون، عندنا كل شيء، عندنا بلاد سياحيه. المشكل اللي عندنا هو واحد المشكل، هي لا فيدراسيون ملي كيجي واحد كيبغي ينظم شي حاجه في المغرب وشي حاجه مزيانه في المستوى، واللي ملي كيبغي يخلص الابطال اللي كيجيو حتى المغاربه كيتخلطوا، ماشي غير الابطال اللي جاوا من برا، حتى المغاربه عندهم كاجي ما كيخليوهمش ينظموا. شنو كيقولوا هما؟ كيقولوا في راسهم وكيقولوا لنا حنايا، شحال هذيك كيقولوها لي انا، كيقول لك حنا ما خصناش نحلوا العيني الابطال على الفلوس، ديما ناقصين هابطين باش ديما يا ربي غير يطلبوا غير يلعبوا ما يطلبوش الفلوس. هادشي دابا تايا دابا ملي كيجي منظمه كبيره عالميه تبغي تنظم في المغرب وتعزل المغاربه ديال المغرب اللي غيلعبوا وغيلعبوا مع البراني وهذا، وغياخذوا كاشي غيديروا معاهم 1000 اورو 1500 اورو شحال ما داروا معاهم 2000 اورو، لا فيدراسيون ما كيعجبهاش الحال وكيتحبس ذاك المنظمه العالميه باش دير شي حاجه في المغرب. داكشي على حنا ما عندناش لي قاله بزاف، حنا راه نقدروا نكونوا بحال تايلاند نمبر 1 مغاربه واعر معروف. وي عندنا نقدروا نكونوا بحال تايلاند، نقدروا كل سيمانه كل جوج سيمانات نديروا قاله كل بلاد، ها ناظور ها طنجه ها رباط ها كازا ها فاس ها مكناس، المدن كاملين كاين نقدروا نديروا فيهم شي حاجه، وكل مره والناس ديما محركين، الاقتصاد المغربي محرك معاه معلوم اللوتيريت غيخدموا اي حاجه تخدم، هي فيها بطولات وفيها السياحه في نفس الوقت، البطولات كتجيب معاها الناس المتفرجين يتفرجوا وفيها الاشهار، اشهار اللي ما كيقدش يدير واحد اخر هكا، اشهار بين بطوله عالميه ودابا بطوله انترناسيونال كيشوفوها 45 دوله اون لايف، كيشوفوا ديك البطوله كتقول فين ديك البطوله في المغرب، فهمتي؟ البلاد هي يعني مزيانه صالح البلاد بيان سور، الناس كيقولوا المغرب ما عمرنا شفنا نمشيو نشوفوا المغرب تاعنا هنايا، فهمتي كيقول لك السياحه وعندنا لي كامب نقدروا نديروا لي كامب ديال الكيك بوكسينغ، ها افران ها موزر ها المعين اطلس، كاين بزاف نديرو بزاف ديال الحوايج بحق هما شادين على الرياضه، وحتى واحد ما يقدر يدير شي حاجه الا ما داروهاش هما. واخا تقول لنا السي خصهم شكون اللي مكلف
باللجنه الاحترافيه حاليا. خوهم عائله واحده، كاين كاين الحسن الهلالي هو اللي مكلف باللجنه الاحترافيه، عبد الكريم الهلالي مكلف بالفيدراسيون، ادريس الهلالي هو المؤسس ومكلف بالتايكواندو، كلثوم الهلالي مكلفه بالايروبيك. ودابا دي جماعه الهلالي، دابا دي على حساب دابا هذا ما بقاش جماعه ملكيه، جماعه هلاليه. لا ما يمكنش، فهمتي ما كاينش. وشوف خصك تعرف، خصك تعرف بان الاوتور اللي في الفيدراسيون داك داك الكاتب العام هذوك كاملين ما كيديروش، ما عندهمش الحق في داك التصاور. اللي كيحسب، اللي كيدير كوتش، اللي كي اللي كيسير، اللي كيدير بليس الهلالي ولا الحسن الهلالي. وكان دابا السي الخصم دابا حنا تعرفوا حنايا، تعرفوا حنايا اي جامعه ولا اي جمعيه رياضيه ولا جامعه رياضيه ما خاصش يكون فيها العائله محكمه بزاف ديال الانشطه، بحال الرئيس وكل خوك نائب الرئيس وكل ولد عمك، ما يمكنش يكون هذا الشيء. كيفاش هما هذا الشيء يقبلوا عليهم؟ تبعوا راه ما سمعتش، ما كنسمعكش حبيبي، ما كنسمعكش، تقطع لك. دابا مزيان، دابا مزيان، دابا مزيان. ما سمعتكش اخويا، عاود عاود قلت لي عاود سؤال. دابا حنا كمغاربه تعرفوا بان جمعيه ولا جامعه ما خاصش يكون فيها بزاف ديال الخوت مكلفين ولا مفرقين المهام بيناتهم. كيفاش هما قبلوا ليهم حتى في الوراق ان يكونوا الخو مكلف بهذه، اخ مكلف بهذه، غير الخوت بيناتهم، كيفاش قبلوا عليهم؟ فلوس، كلشي فلوس. هما الفلوس كدير الطرق في البحر، وهادشي اللي عندنا، المشكل اللي عندنا هذا هو المشكل اللي عندنا، تاعنا لا كوربسيون اللي كاينه هي اللي خلاتنا نوصلوا لهادشي، هي اللي خلاتنا بان رئيس واحد يقدر يبقى 30 عام. ملي كدور الفلوس كلشي يولي اللور، كيشد الفلوس يولي اللور. دابا وصلت دابا لواحد الظاهره، دابا كاع دابا ولاو دابا ابطال العالم مغاربه اللي محبوسين في برا وممنوع لهم يلعبوا في المغرب، بحال ايوب الخيدر تكون باش واحد الفيديو ديالو على اليوتيوب، هذا كانت امنيه ديال با الله يرحمه باش يشوفوا لعب في المغرب، هو بطل العالمي ثلاث مرات. دابا ولا دابا كيرغب ويزاوق باش يلعب في بلاده ويهز رايد بلاده في بلاده. هذوك الناس، هذوك الابطال اللي كانوا حرقوا، وكان شي واحدين ماشي حرقوا، حرقوا تعرف هذه القضيه، راه ماشي الناس غير كيحاربوا، راه كاين واحد الوقت كيمشيو معاهم، كيعرفين عارفين هذا ما غيوليش، فهمتي. وعندي شي ناس اللي قد يقولوا هلا حنايا مشينا وهما كانوا عارفين وحنا عطينا قدا وقدا باش بقينا تما، فهمتي، داكشي معروف. مي هاد الناس هادو دابا كيهضروا وكيقول لهم ما تلعبوش في المغرب، ما نخليكمش تلعبوا في المغرب، ما زعما ماشي من حقهم، مي هما كيديروا اللي بغاو. باسكو شوف حنا عندنا مشكل واحد اخويا مراد، محد مي كتكون شي مشكل عندك، دابا عند بيني وبينك مشكل، كنمشيو للمحكمه كنشكيو على المحكمه. هما اللي عندك مشكل مع الفيدراسيون خصك تمشي لوزاره الشباب والرياضه وتشكي عليهم. وزاره الشباب والرياضه عارفهم كيتعايدوا يقول لهم عندك شي واحد جا عندنا فلان فلان، صافي تما هما كيشدوا عليك، ما عندكش. دابا هما علاش دايرين هاد القوه كامله؟ ما عندكش فين تشكي عليهم. وي عندهم الناس افري وير بارتو، الناس اي محل كتشكي كيردوا لك الشكي، يقول لك سير واخا، صافي كيقول لك واخا واخا، قال لك كيقول لك واخا واخا، ما كاين والو. كاين واحد 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 اللوبي، واش كون ما كانش لوبي دخلت عليك بالله، كون ما كانش لوبي غيبقى 30 عام وشاد. ما يمكنش، امبوسيبل. هكاك. ودابا نصيحه، دابا خير خصنا دابا اللي عندك انتيا كبطل عالمي، دابا خير خصنا دابا كيفاش نديرو دابا باش نفكوا هاد المشكل هادي وباش هاد الرياضه تزيد قدام في المغرب. حيت دابا الرياضه حتى ما في المغرب، المغرب هما المغاربه هما اللي هاد الرياضه هادي، حسن من التايلونديين وحسن من شحال من واحد، وهما اللي مهرسين فيها. دابا شنو الحل دابا اللي نديرو باش نهضو بهاد الرياضه؟ المغاربه خاص الحل، شنو الحل؟ المغاربه هما الطوب في هاد الرياضه، عالميا معروفين عالميا. ياك
شنو شنو دابا شنو غنديروا خصنا دابا المشكل الانديه فيهم مازال كالرعد ديال 30 عام وما شادين هذوك كيخافوا يتحبسوا كيخافوا يحبسوهم فهمتي دابا راه هاد الجيحه هاد الوباء اللي طرا راه حل بزاف الناس راه واخا الهلالي ما كاينش كاين الخبز واخا الهلالي ما غيكونش راه غنعيش وربي راه كيعطي الرزق دابا خصنا الانديه يكونوا رجال والمدربين يكونوا رجال وحنايا راه حنا راه اصلا كنطلبوا دابا راه عندنا واحد مع السيد الوزير الشباب والرياضه وواحد واحد عندنا واحد الطريق راه خدامين فيها بينا غيجي واحد الوقت غنديروا انتخابات جداد وفين غيطبق القانون 30/9 وفين الانديه اللي كيشطبوا عليهم غيوليو يدخلوا غيوليو يكون عندهم الصوت باش يصوتوا هاد دابا هما كيحطوا الانديه اللي ما بغاوهمش اللي عارفين راسهم ما غيقدروش يصوتوا عليهم كيشطبوا عليهم ما كيخليهمش يشاركوا مع لا فيدراسيون او واخا يكونوا كاع شاركين كيشطبوا عليهم غير قانونيا كيقول لهم ما بقيتش معانا وماشي من حقهم ودابا راه كاين بزاف ديال الدعوات دعاوي في المحكمه ضد هاد لا فيدراسيون هادي باسكو كيشطبوا على الناس بدون حق ودابا ان شاء الله دابا وكاينين بزاف ديال فريمون كيما يقولوا دعوات في المحكمه ديال رؤساء العصاب اللي ماشي معاهم واللي وتا هما اصلا هما دابا راهم غير قانونيين هما دابا راهم غير قانونيين باسكو داروا جمع العام ب العصاب ناقصين ما عيطوش العصاب كاملين وي دوزوا جمع العام يعني من جابوا غير قانونيه ودابا ان شاء الله غدار غنبقاو على هذا الشيء واللي ما داش غنديروا وقفه احتجاجيه كاملين قدام الوزاره الشباب والرياضه باسكو اللي ما كانوش هما ماشي قانونيين وما مطبقينش اصلا القانون 30/9 حتى هما مطبقينوش ومي خصهم يبداو يطبقوه خصها تكون اصلا جمع عام استثنائي باش نصوبوا القانون 30/9 وديك الساعه الانديه غيصوتوا وديك الساعه غندخلوا الانديه اللي هما جارين عليهم حتى هما خصهم يصوتوا يكون عندهم الحق ديال الصوات فهمتي وان شاء الله مي غيكون هذا الشيء راه غادي يمشيو بحالهم سيف عليهم خاص دابا الانديه دابا من هذا المنبر هذا خاص انديتهم يكونوا رجال تاهما ويتعاونوا مع سي مصطفى بيان سور بيان سور حنا بغينا نشوفوا ولادنا بغينا نشوفوا ولادنا في هذه الرياضه دابا الناس كيلعبوا هذه الرياضه كيخافوا دابا تيقول دابا شحال واحد دابا تيقول يقول لك انا ما نلعبش في الكونتاكت خاص يمشي لبرا المغرب ما يدير لي المغرب والو انا في المغرب ما ندير فيه والو دابا شحال واحد دابا ما تبغيش تدخل هذه الرياضه هذه لانه عارف ما فيهاش واحد المستقبل في المغرب بيان سور دابا ما كاينش ما كاينش مستقبل المغرب دابا في الرياضه هذه دابا مستقبل المغرب دابا ما كاينش مستقبل انا دابا كنشوف دابا انا مصطفى كنشوف دابا خايف دابا انا الدراري مساكن ابطال عالميين ومغاربه كتبقاو خدامين مساكن تيفوت حساسه مساكن خدامين مساكن في السكيورتي بالليل مكرفصين الناس مساكن مكرفصين كتسمعني السنه طبعا كنسمعك كنشوف دابا انا ابطال واعرين في الرياضه هذه دابا مكرفصين ما خدامين ما ردامين لا مستقبل لا دبلومات ديال التدريب ما عندهم حتى شي صفه ولا حتى شي تكريم من داكشي اللي داروا واللي هزوا الرياضه ما عندهم حتى شي افاق في هذه الرياضه هذه ما عندهم والو محدودين تلعب رياضه كيدير بطل وفي الاخر كيرجع مسكين اما البليه مبلي ولا كتلقى جالس عساس ولا في السكيورتي مسكين بالليل يعني رياضه بلا 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 مستقبل هذه هي رياضه مثلا مستقبل الاول دابا هذا هو دابا تا السي مصطفى الا شاء الله بحول الله ولا شي واحد وليتي مكلف بالعصبه ولا مكلف بالرئاسه تاع الجامعه شنو هو تاهي البروغرام ديالك ان شاء الله شنو هو الطموح ديالك انا شوف انا ما بغيتش نولي كاع الرئيس هذاك الرؤساء هذيك الرئاسه انا ما بغيتش نوليها مي الفكره اللي نقدر نعطي لهاد الناس وغنعاونهم بزاف هي خصك تعاون الجمعيات اللي كيكونوا الابطال والمدربين اللي كيكونوا الابطال
ياك هادوك الناس كتعاونهم ومن بعد ملي غيكون البطل هذاك البطل خصو جواد اسمعك يا شيخ هاي فهمتي شنو قلت لك؟ معاك ذاك البطل مي غادي نخدموه يكون بطل ويولي بطل هذاك البطل ندخلوه في البروفيسيونيل بروفيسيونيل نوزنو هي كيبقى يتخلص وياخذ فلوس هذا هو دابا اللي خاصنا خاصنا نردو نديرو كالات بزاف الناس غيلعبوا المدربين سميتو هذاك البطل غياخذ كاشي صحيح المدربين غيستافدوا منه والملاصه غيستافد منه وكلهم رابحين ماشي غتهمشهم الناس ملي كيوصلوا واحد البطل راه بروفيسيونيل راه كيشوف بينا ها هو دابا غيبقى يربح مع هذاك السيد الفلوس اللي يضرب معاه تماره وي بروفيسيونيل برو شنو كنديروا كنمشي كنلعب المدرب ديالي عنده 20% المانجر ديالي ولا هو الملاصق عنده 20% و 60% ديالي وكل شيء واكل وحنا غادي ماشي مره في خمس شهور ولا ست شهور قالا كل سيمانه كاين قالا وكل شيء كيتروج ودابا بصح دابا انت يا سي مصطفى دابا انت يا غيور على در القياده هذه علاش ما تعاونش معك بدر هاري كاين ارطا المغاربه اللي هما اللي عندهم واحد السمعه مزيانه ارطا العالمين امين ارطا العالمين عندهم واحد السمعه خصهم يتعاونوا معك عندنا واحد المشكل عندنا واحد المشكل حنا عندنا واحد المشكل اللي كاين المشكل اللي كنشوف انا كل واحد كاين بحال دابا انا كندخل في هذا الشيء وكتجيني النفس على البلاد وكتجيني كاين شي واحد كيجيني شي واحدين عاوتاني ما مسوقينش هل دابا كيقول هاد كيشوف راسو انا ما عنديش مشكل ولا واحد كيقول لي دخلت انا راني غنفك داك المشكل وما بغيتش نفك وخليهم يتحاربوا بيناتهم فهمتي دابا كاين شي واحد بحال دابا كيقولوا اللي جيت انا راه داك الشيء غيتفك والناس غيتبعوني وهذا مي انا ما نخليهم يديروا داك الشيء راسهم شوف فين غيوصلوا فهمتي وحنايا حنا غير دراوش شوف حنا غير دراوش حنايا كنخدموا وكنتحاربوا على الحق وعلى هاد الرياضه ما نسالك ما عندي ما نسالك والله الا الناس يهضروا وانا ما كنتكل على حد كنتكل على الله الله سبحانه وتعالى مزيان وانا من هذه المباراه دابا بغيت زعما الناس الابطال العالميين كلهم يحطوا مع سي مصطفى الخصم بحال بدر هاري بحال ابو زعيتر بحال الناس كلهم دابا اللي عندهم لازم سماطي عندك العماد المتاهي كاين في ابطال العالميين برا كلهم بغيتهم يتداونوا معاك وتعلموا انك غادي في واحد الطريق اللي مزيانه دابا انت كدافع على واحد الحاجه واحد عندك واحد الغيره اللي باغي تصلح واحد الرياضه باغي تصلحها مكرفصه الرياضه ما فيها الناس غالطين شوف الناس غالطين دابا الناس كيشوفوني انا كنحارب هاد الشيء صحابهم انا عندير انا كون بغيت نكون مع لا فيديراسيون وناكل معاهم كون من 2011 وانا جالس ساكت ندير في جيبي ونمشي وما يهمني لا بطل لا مدرب لا مولا صال والله عارف هاد القضيه ما انا محارب معاهم ماشي على ودي انا على ود هاد الرياضه وعلى ود هاد الابطال اللي طالعين وهاد هالمال اللي صال وهاد المدربين ما انا كون بغيت من غدا غنمشي عندهم ونجلس معاهم ونقول لهم اعطوني قدا وقدا وانا معاكم ونسالي هاد الشيء كامل لا كمل كمل مصطفى والناس كلهم معاك وحنا معاك والناس كلشي معاك خاطر علاش انت كدابز ومعذب راسك على واحد الحاجه اللي في الصالح العام دابا كلشي دابا يستافد معاك بيان سور الصالح العام وانا دري ابطال دابا انا درت واحد البروغرام ديال تعريف المغاربه دري كلهم تقول لي حنا مع مصطفى ابطال العالم لان كلهم بحال قلت في المنفى من فين؟ هل في فرنسا هل في بلجيكا هل في هولندا هل في مكرفسين ما قادرينش يهضروا ما قادرينش يتكلموا بحال شي واحد هز عليهم فردي ما يمكنش ما يمكنش هذا الشيء هذا واحد تيبكي بغى يلعب مسكين بغى الاخر جاتو مسكين في بلاده ما قادرش تيبكي بغى يلعب في بلاده مسكين بغى يلعب مباراه الاخرى ديالتي اخر ما كاين اخر بطوله عنده هو بغى يلعب بلاده مسكين ما قادرش يعني خاب مصطفى هادشي خاصو تبدل ان شاء الله بحول الله وانت خاب السي مصطفى خاصك تكمل خاصك تكمل ما تيأسش تكمل خاب مصطفى لا لا انا غادي والناس اللي تيغيروا على الرايه
الناس اللي تيغاروا على الرايه راه خاصهم يكملوا معاك. اللي تيغار اللي عنده اللي تقول انا مغربي وحر وحماق على بلادي وعلى الرايه ديالتي راه خاصو يدبز على على السبور ديالو اللي كان بري سبورتيف خاصو يموت على السبور ديالو. هادشي اللي تيقعوا حنايا الى دابا حنا معنا حنا حتى علاقه مع الهلاليين ومعنا حنا حتى علاقه مع دي ولكن غير بالمنطق كا اكس اكس تهضر حنا على اكس غير بالمنطق 30 عام وما درتي والو. انت خاصك انت كانسان كبنادم تقول لهم انا ما جربت ما قدرتش نخلي الناس اخرين يديروا هذا كمنطق. هذا دابا 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 اسمع عائلته كامله هذا دار ماشي ما داش دار راسه ما بلاك ما داش في البلاد وما داش الابطال. تا واحد اللي تبع هاد الهلاليين تا واحد عمرو طفرها الا حرق الاوروبا ودفرها. وريني اعطيني بطل واحد اللي داز مع الهلالي وبقى في المغرب وطفرها. شو وريني دابا شي بطل دابا دابا الان هذه 2020 وريني شي بطل اللي كان مع الهلالي ومازال في المغرب ومطفرها. كلشي كلشي مزبل عليه الا الناس اللي خرجوا برا الناس اللي حقوا شوفوا راسهم. مي اي تا واحد تا واحد اللي بقى هنا عمرو طفرها. وقولها وقول لي التو عليكم اللي التو عليك اللي كتكذب. دابا انت كتشوف دابا انت يا سي خصم واش الحل قريب ولا ما كاينش قريب ولا ما قريبش الحل واش قريب ولا لا؟ قريب الحل ان شاء الله. هذا الحل ديالك كله قريب النهايه ان شاء الله قريبه. انا وصلت هذه النهايه هذه النهايه ان شاء الله مزيان. والله الا كتهضر خويا مصطفى دابا 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 نهضر معك دابا انايا كصديق كتعجبني هضرتك اخويا مصطفى كتهضر بواحد الغيره وكتنفعل مزيان انايا فيك فيك داك الشهامه فيك داك وعندك ما باغيش تسرطليك بالعربي تعرف ما باغيش تسرطليك ما باغيش باينه فيك. شوف حنا كنموتوا على هذه الرياضه كنموتوا على الرياضه وكنموتوا على بلادنا وكنموتوا على اولاد بلادنا اللي بغينا نشوفوهم في المستوى ولاد الشعب ولاد الشعب اللي كيضربوا الثمره باش يوصلوا. خصنا نعطيوهم الحق باش نشجعوهم باش يكملوا على هذه الثمره ويطلعوا راي المغرب. فين شفتي شي واحد طلع الراي المغربيه وولد في سابابا والو؟ هاد الرياضة تاع الناس طبقة ولاد الشعب ما عندي ما تساوك ما عندي ما تساوك. دابا شي كلمة دابا شي كلمة خمسة طفا شي كلمة لهاد 40 مليون مغربي حول العالم شي كلمة من عندك تايا وشي نصيحة كتنصح بها الدراري كاع المغاربة من عند السي مصطفى البطل العالمي مصطفى الخصم. قلنا شي كلمة للناس كلهم مغاربة نصيحة واحدة اللي غنعطي المغاربة كاملين اللي مغاربة كح داكشي اللي كتبغيو راسكم بغيوه المغاربه ديالكم بغيوه للناس بغيوه للبلاد اللي بغينا اللي وصلنا بان داكشي اللي بغينا راسنا نبغيوه لولاد بلادنا ونبغيوه لبلادنا غنمشيو بعيد وغنتعاونوا بعضياتنا بالحق. ما حد كل واحد كيجر الجهه ما غنكفروهاش. بدلوا العقليه ديالكم وبغيو داكشي اللي كتبغيو راسكم بغيوه للناس وبغيوه للبلاد وغنزيدوا لقدام. ما عندي مساك. وقلنا شي سميات تاع ابطال عالميين اللي دابا المغاربه ديالنا حنايا ما تعرفوهمش اللي خارج ارض الوطن. قلنا شي سميات ديالهم باش غير نعرفوهم سميات ديال ابطال عالميين حنا ما تعرفوهمش. كيعرفوهم كاين جراره كاين هكا انا ما عرف سميتهم كاين باسكو ما بزاف وحنا ما تعرفوهمش اللي ولاد بعدهم ما تعرفوهمش. داكشي كاين ما عرفتي باسكو الاغلبيه عاوتاني كيلعب على برا على اسميه اخرى اوروبا على العالم اخر. كاين مغاربه كيلعبوا على المغرب وما معروفينش باسكو لا فيديغاسيون شاداه ما كيقربوش هما ما كيقربوش لا فيديغاسيون بغات عارفينها ماشي هما هذاك. وي 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 الو كتسمعني؟ كنسمعك حبيبي. وي واخويا مصطفى استغفر الله استفدنا منك مزيان اخا مصطفى في هذه القضيه هذه. الله يحفظك يا حبيبي ديالي. وحنا يا مصطفى حنا مصطفى كنتمناو من السلطات زعما دير شي حاجه في هذه القضيه هذه لان ما يمكنش لان دابا ما خرجتي ما نقول ما كنتش والله الا خربقتيني لان ما خرجتي ما نقول
صدمتيني صدمت الناس عجل هادشي كله صدمت دابا عليا هادي دابا 10 سنين وانا مصدوم واو دابا انا خرجت ميكان دابا انا 12 عام دابا وانا في امريكان وانايا كنشوف الدراري كيتمحنوا كيتعذبوا وانا قلت غيكونوا تبدل الرئيس على الاخر تبدل شي حاجه تبدلت شي غير شي حاجه تبدلت في ديك الجامعه مثلا هي هي ما تبدل فيها والو دابا انت قلتي ما تبدل فيها والو مثلا هي هي غادي على نفس النهج ما بغاش شي شنقول لك خاصنا تنطلبوا حنا من السلطات المغربيه تكمل ودير شي تدخل في هذا النطاق هذا لان دابا الدين حنا غادي تيخي يضيعوا ودابا انايا بغيت دابا انايا ندير واحد البروغرام ديال التعريف بالوطن المغربي اللي هز الرايه للمغرب كنقلب على الابطال العالميين مثل العالم كامل تلقى هذا تلعب مع فرنسا هربان وانت كتهضر معاه تلقى عنده مشكل مع الفيدراسيون هذا تلعب معاه هولندا مالك عندي مشكل تقش اربعه ولا خمسه ديال المدرسه تبغي تلعبوا دابا باغي عنده الحرقه باغي يلعبوا كلشي ديكوتي كلشي راه عليه الدم كلشي مريض يتبان لي علاه يمشي يدخل يلعب في المغرب بحال قلتي لي غادي نديك الكوميساريه مخلوع عين ما تبغيش ما تحملوش علاش هذا الشيء هذا يعني ما يمكنش لان حنا كمغاربه عندنا الغيره ديالنا البلاد هادشي ما خصش يبقى هادشي خصو يتبدل حنا كمغربي اي مغربي حر اللي فيه الوطنيه ديالته تيقول لك هادشي خصو يتبدل وانت عندك الصحه السلم طابور غزال وحنا معاك وكنساندوك كنحييك من هذا المنبر هذا وشكرا بزاف اخويا مصطفى الغزال على هاد النصيحه هذه وعلى هاد الهضره اللي قلتي لنا شحال واحد دابا باغي يعرف هما دابا الناس دابا عارفه شحال واحد باغي يعرف علاش مصطفى عنده داك الغيره وجد دابا زي بوحديته حنا كنا تنعرفوا حنايا عندك ابطال قدام زعما وابطال كاينين بعد يخدموا يتعاونوا معاك وكنشوف حنا مخلينك بوحديتك ولكن انت يا حمد ايوا الحمد لله كاين الله كاين الله كاين الله كاين الله وكنستم طبعا خصم اللي قد على هذا الشيء ان شاء الله بحوله ومعك الجمهور المغربي هو في ظهرك خا مصطفى وضحك ضحك معنا ضحك معنا خويا مصطفى الله يكبرك مصطفى الغزال تحيه خاصه شكرا بزاف حبيبي الله يحفظك اخويا خاصه الخوذه كلهم من هذا من هذا المنبر هذا الله يحفظك مصطفى الغزال الله يحفظك اخويا الله يكبر بك الله يحفظك حبيبي الله يحفظك